يا يلا وينك وينك ما تصايح يا ابن القحبة؟ وينك ما تصايح يا ابن الشرموطة يا ولد الزانية؟ لا تمسك شفتي جبنا الكلب والله لا اوديك والله لا تتربى عليها يا ابن عيون الوالدين والله لا اهينك واهين تاريخك وشرفك والله تاخذ امك من عندي ربنا يرجع يعنيك والدينك يا ابن الجرارة هات الخلاط ايش بمك يا منصور هات الخلاط باكت لوز ليه اخذ الشفقه حقي ليه اخذ الشفقه حقي عيال واحد تعال يا كلب تعال يا كلب تعال عشان تاخذ شفقه يا ملعون الوالدين عيال في واحد جاكم ما ادري شفقه برا 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 ادري ليك يا ابو صديق قال والله هذا يلا جد عند ليه عند ليه سكه دي في ليه قاعد فعل اصلا حسام صوت 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 السلام نسيت الوزنيه حقتها والله يا عيال وال اذا الاضافه يا اخي والله لا اربيك يا ملعون الوالدين والله لا اربيك يا كلب يا كلب دق الثم انت تمشي بسرعه عشك واحد مره واحد من قدامك اسكت امك اسكت لفت يا كلب يلا لفت يا ملعون الوالدين لفت يا كلب دق يا كلب دفت دفت يا كلب من الله أهلك يعني والله من ذحل لا تبيد شرموط ليه ياخذ شاتقني؟ ليه ياخذ شاتقني؟ ليه ابن الكلب اللي مشاتقني؟ انا بقوم اصلي ها؟ بعدها اشوف هلا والله خلاص